بتعرف بيته انت لسيارة. لك انا سهران عنده كذا مرة عليه. دخيل عينا اخطوف رجلك لعنده اطمن لي عليه وعلى ابوه وشرح. يلا مشي. بدك قل له شيء؟ قل له اني عاوزه بدي اياه يجي لعندي. غيره؟ الله معك. يلا السلام عليكم. مع السلامة. لا اله الا الله. شرف معلم عامر. شريف. اهلين اهلين يا ابي. لو شو عم تاكل؟ عمو قداس اشترى لي منظمينا. ايه بس لا تخبز كثير مشان ما عندك. عمرك يا ابي. معلم اتركه خليه ياكل، شايفه مبسوط انا. والله ضحكته بتسوى الدنيا وما فيها. دخيل الله انا. لك لو حطيت عقلك براسك كان صار عندك هلا عرو ولا. كل شيء بوقته حلو معلم، كل شيء بوقته حلو. اخ يا بطيعه اخ. شو بك يا درتي؟ شو بك عم تتنهدي كل تنهيده بالدواب الحديد؟ والله الحكي اللي قلتي لي اياه امبارح قلب لي اعلاتي وما عم بيخليني اعرف فكر. انا حكيها؟ الحكي اللي قلتي لي اياه عن جوزي الله يرحمه وابني اللي مات. ايه وشو طلع معك درتي؟ مزبوط كلامك. انا كنت متجوزه وجوزي لما مات كنت حبلانه وولدت وكمان مات الولد. يعني انا بجيب اولاد مو ما بجيب؟ ليش لما تجوزت ابو عامر بطلت جيب اولاد؟ انه انا هذا الشيء اللي بدي اياكي تتوعي له. انا لازم اتاكد من هالشغله. كيف يا مطيعه كيف؟ فوزيه شو عم تساوي هون؟ ولا شيء شهيره خانم ولا شيء، بس كنت عم اقول لحالي انه بلكي بنشطف ارض ديار، يعني بيجي ابن عمي بلاقي رتبه. انت وشو عاده ما بدا؟ شو فيها شهيره خانم؟ يعني قلت لحالي بتساعد انا ودرايري شوي. ايه اشطفي. الله يعطيكي العافيه. ايه بس مو هلا، بنشطف قبل ما يجي ابن عمي من شغله بشوي. ماشي اشطفوا ايمتى ما بدكم. ابصر هالسهيانه شو عم تخطط لضرايرها. اكيد ناويه على شي عمله، لانه هي ما بتحب الخير لحدا غير لحالها وبس. يا قداس. مر معلم. انا رايح على البيت وصل عامر وعندي مشوار برات الحاره. اذا بدك انا بوصله لعامر وانت تيسر على مشوار. لا 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 انا بدي وصل شوف العيله كمان. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام والاكرام. خلينا ناخذ بوسه من الوش الحلو. الله لا يحرمني. الله يعزك. يلا يعطيكم العافيه. عليه معلم. الله معك مع السلامه. هلا ابو عامر بلش يخبي علي وين عم بيروح وين عم بيجي شو عم بيساوي. لازم لاقي طريقه اعرف فيها كل شيء عنه. يلا انت وياه. يلا ابن عمي، يعني ضروري هالمشوار بهالليل؟ كثير ما فيني اجله. طيب انا كيف بدي احكي معك بموضوع؟ بعدين بعدين مو هلا. مثل ما بدك تقبرني. مثل ما بدك. يمكن يطول مشواري ليغلق البيك. الله يحميك ويكون معك يا رب. امين يا رب. ما بدي وصيكي، بديري بالك على الولد وعلى اختي. يو بعيوني التنتين ما تاكلها. دعيلي. الله ييسر لك ويعمي عنك ويبعد عنك ولاد الحرام يا حق. لك العمى بقلبكم العمى. هلا حليلكم تفتحوا سيره الحبل والولاده؟ بدكم تسرقوا العز تبعي من جوزي مو هيك؟ إيه ما فشرت عيونكم وعيون أهليكم وعيون اللي جابوكم كمان. مطيعة دبارة عندي بس كاملة. بعد ما كانت خاتم بإصبعي شو صار لها؟ شو صار لها؟ لازم لاقي لها تقليعة من البيت لأنه بلشت تنكش عشة دبابير علي. لازم ألاقيك يا كاملة من البيت. لازم. يه الزعيم أبو عامر وصل. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلين خضر. أهلين أهلين يا ميت. أهلين أهلين. شو هاد يا أبو الصلاح؟ أهلين أهلين. الحمد لله السلامة. الله يسلمك يا كبير. الله يسلمك. والله فرحتنا أقسم بذات الله. يا ميت أهلين. كيف كان الطريق؟ الحمد لله ميسر. تفضل تفضل عزام. ورا عيد جهزونا العشاء. صار يا الله. طمنونا كيف الوضع عندكم؟ شي بسر وشي ما بسر. الشي اللي بسر انه رجال عددهم عم بيزيد كتير. ايوه
الحمد لله، هاي نعمة من رب العالمين. بس رجال بدون سلاح، وبدون سلاح ما رح نقدر نستفيد منه. معك حق يا أبو خضر، أنا كمان بلزمني كما تعطي سلاح لرجالي بالحارة، لأنه الفرنساوية بلشوا يفوتوا ويطلعوا على حارات الشام. أكيد ضروري يكون بين إيدين رجال الحارة سلاح، وأسلاح بده مصاري يا أبو عامر. أخي اللي بترتب علي أنا جاهز، مالي والبواكية تحت أمركم. الله محيي أصلك يا أبو عامر، أنت من يوم يومك مقصة ومغرقنا بأفضالك وكرمك، أنت ورجال حارتك. لا يا أبو خضر، أستغفر الله، أنتوا رجال البلد والقبضيات اللي عم تحمونا، من واجبنا نسندكم وندعمكم بالمال وبالروح. من شان هيك أنا بعتت وراك يا أبو عامر، شنو المصاري موجودين، بس بدنا نعرف شلون بدنا نطالعهم من قرنتهم. موجودين وبدك تطالعهم من قرنتهم؟ والله ما فهمت عليك. من بعد ما فسد علي هذا الأجدب لأبو عامر مشان قصة أبو صخر، أبو عامر ما عاد سر لي ولا سر من أسراره. بس لو نعرفه مين هو يا بنتاز، بس رح أعرفه، بس لازم أبو عامر بالأول يرجع يأمن لي، لازم يحكي لي كل شيء عن مشاويره وعن شغله، لك حتى شو عم يفكر بمخه لازم يقول لي. أنت ضرب راسك ها؟ هذا شو بده يرجع يأمن له؟ لازم نورجي الناس أنه نحن مو غرض خنايق ولا مشاكل ولا زعرنة. يعني قصدك كل شيء أنت حكيته رح نعمله على المخفي؟ عفارم علي، هذا هو غرضنا الأولاني. وبعدين شو؟ بعدين شو؟ بعدين لك الحادث حديث. أهم شيء أبو الصلاح، اليوزباشي وين مخبي ذهباته؟ بالكراكون، بالسجن. شو؟ بالكراكون؟ إيه بالكراكون، شنو هو كان رئيسه. يخرب بيته على العملة. مشان هيك يا أبو عامر، بدنا واحد نثق فيه يفوت على السجن ويتأكدنا من الكلام يلي قال لي إياه شكري أفندي. هلأ إش كان طلع هالكلام مزبوط؟ كيف بدنا نطلع الذهب من الكراكون؟ المهم نتأكد بالأول، ونحن إلا ما نلاقي طريقة لحتى نطالع الذهب من سجن الكراكون. يعني بدنا واحد موثوق من طرفك يا أبو عامر. لا تهكلم أبو صلاح، في شاب اشتغل عندي بالبوايكية ممكن يأدي هالمهمة. وبتثق فيك مين؟ كتير، هذا بيعمل اللي بدي إياه من تمساكت، وإذا انلقط وعزبوا 100 واحد ما بينطق بحرف. يا عين عليك، كتير منيح، شنو هاي الكمية من الذهب ما لازم حدا يعرف فيها، لأنه إذا عرف السر بيقوموا جماعة الكراكون بيطالعوا الذهب بيعطوه للسرايا، وهيك بيصير ملك الفرنساوي. معك حق أبو الصلاح، من هالناحية هاي عندي. مدام عندك أنا بطمن. طيب أنا اللي بدي أفهمه عندك، إذا دخلنا الولد على سجن الكراكون، شو العلامة اللي بدي نقله عليها والمطبور الذهب؟ شبك فوزية؟ عم تحكي مع حالي؟ لا أيو، شو عم بحكي مع حالي؟ بس ابن عمي طول كتير يا شهيرة خان. خير في شي؟ صاير معه شي لا سمح الله؟ لا أيو، من غير شر على قلبه إن شاء الله عدوينه، بس هو قال لي إنه رايح مشوار ورح يطول، بس والله طول كتير. فوزية بيكون مشغول مع الناس اللي راح لعنده، لا تخافي ما بتلاقيه إلا هلأ إجا. والله قلبي عم يغلي عليه مثل النار. أبو عامر رجال وما بتخاف عليه، هدي حالي واستعيذي بالرحمة وقومي لنتوضى ونصلي صلي. الله يكون معك ويحميك يا أبو عامر، الله يكون معك ويحميك. اختمروا الشياب، اختمروا صاروا يكرك عجب شريك. الله يشفيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلين وسهلين، كيفكم؟ الحمد لله، الحمد لله. ناقصكم شيء؟ بدكم شيء؟ سلامة عمرك أبو عامر. ما بدنا غير سلامتك يا معلم. معناتها عمي بكره أنت وياه بتمروا لعندي على البويكية، أي مالكم غرضين. والله يكتر من أمثالك يا معلم. الله يخليك. كتر خيرك يا أبو عامر، طوال عمرك مفضي. لا يا أبو سعيد، هذا من خير رب العالمين. تصبحوا على خير. وأنت من أهل الخير. يا سيدي طول عمره ايده ممدوده للخير وبيساعد كل الناس. الله يزيده من نعيمه يا رب. انا اخترتك من بين كل هالرجال لحتى اقول لك هالكلمتين، لاني بعرفك قبضاي وسرك ما بيطلع من بقك. وانا خدامك معلم، وسرك كبير ماله قرار باذن الله. يعني الشيء اللي بدي اقوله ما بدي مخلوق يعرف فيه، حتى نفسك لنفسك ما بتحكي.
حياة عينك الروح بتطلع والسر ما بيطلع. بري عليك وهذا عشمي فيك. افتح أذنيك واسمعني منيح. عم اسمع. بدي اياك تنحبس بسجن كركون كم يوم لشغلي انا بدي اياها. فوت على السجن؟ ليش معلم انا شو مساوي؟ بعرف ما انك مساوي شيء بس انا بدي اياك تفوت على سجن كركون. ايه امرك معلم؟ بحكي يعني فوت على السجن بفوت على السجن. يعني شلون وليش؟ شلون؟ هي من لايلها دوباره. بس ليش؟ هذا هو المهم. تفضل معلم. عم اسمع. اسمعني منيح. فاهم علي شو بدير لك. طيب. وشو بدي طالع الذهب معلم؟ هي مو شغلتك غريب. انت المطلوب منك شغله وحده بس. تتاكد انه الذهب موجود. بامرك. اسمع غريب. الشي اللي رح تساويه رح تخدم فيه بلدك وتخدم فيه ناسك واهلك. شلون معلم؟ هذا الذهب اللي بدنا نطالعه اذا لقينا رح نشتري فيه سلاح ونوديه للرجال اللي عم يقاتلوا فنساوي بالغوطة. معلم انا روحي وقلبي وكل شي بملكه في ده البلد واولاد البلد. الله محييك. وشي مو غريب عنك لانك بطاي. يلا شباب همي همي. يلا معلم يلا يلا ابو مصطفى وينك عيون؟ بدك تعشر كيس اوام اوام. شلون همتك؟ جاهز معلم وعلى الموت والله. لو بدو يعلقولي مشنقتي بسجن الكراكون انا في ده البلد ولادة. الله محي اصلك ومحي البطن اللي حملك. معلم شلون بدي فوت على السجن؟ هاي شغلة بسيطة. تعمل لك شي خناقة مع واحد من اهل الحارة بيشتكي عليك الكراكون بيجوا بياخدوك وبيحبسوك يومين ثلاثة انا بجيب زورك. اذا شغلتك انتهيت على الحارك بطلعك. ايوه طيب معلمي شو رايك اعمل خناقه مع حامد؟ حامد؟ لا عمي لا. هاليومين صاير زلمته لمصار. ما بدي اياه. اصلي كلامك. مع مين؟ شو رايك ماجد الفوال؟ ماجد الفوال مع مين؟ ماجد الفوال زلمه ادمي ودرويش وماله بمشاكل. مشان هيك بدي اياك تعلى معه. لانه مسكين وماله بالمشاكل. والله حرام. لك عمي انا بعوض له شيء. اذا هيك منت علينا معلم. انا بامرك. إمتى بدك يعني أعمل الخناقة؟ هلأ على الحارك. هلأ؟ هلأ. غازي أفندي ملتهي بالسجينة اللي هربن بين إيدين الفرنساوي ومو فاضي لحدا. خلص معلم اعتبرها صارت. بس وينك مثل ما قلت لك ماجد الفوان ما بتأذي الله يرضى عليك. فهمت عليك معلم. طب لما نفوت على السجن شو هي العلامة؟ أول ما بنفوت على السجن. يلا عيون حفظت اللي قلت لك عليه منين؟ حفظته مثل اسمي معلم ولا يهمك. ايوه معناتها هلا بتروح وشغل على ماجد الفوال وبتعلق معه. خلص معلم انا بامرك وكل شيء رح يصير مثل ما بدك باذن الله. بري عليك ومثل ما قلت لك ما بدي مخلوق يخلق يعرف بالشيء اللي صار بيني وبينك. لا يا معلم لا توصي حريص. يلا وام هذا اخر كيس. قولي عندن منه وخبرني دغري. يلا بيامرك معلم. بريم قداس مر معلم. تعمي تعم. شو صار بطلبية ابو محمد؟ ليك جاهزة على الطنبور. كتير مضيح معناتها خبر الشباب يجهزوا طلبية ابو ناصم الله يرضى عليك. هي بتأمر معلم على راسي. معلم شو بده منا غريب؟ شغلة بتخصه عم بيحكي لي عنها وما بده حدا يدرى فيها. لذلك اهتم بشغلك ولا تتدخل. خلي الشباب يجهزوا لي نفس القيد وبعد لي كاس شاي. مبروك معلم. طيب وشو بدي طالع الذهب معلم؟ هي مو شغلتك غريب. انت المطلوب منك شغله وحده بس. تتاكد انه الذهب موجود. بامرك. اسمع غريب. الشي اللي رح تساويه رح تخدم فيه بلدك وتخدم فيه ناسك واهلك. شلون معلم؟ هذا الذهب اللي بدنا نطالعه اذا لقينا رح نشتري فيه سلاح ونوديه للرجال اللي عم يقاتلوا فنساوي بالغوطه. معلم انا روحي وقلبي وكل شي بملكه في ده البلد واولاد البلد. الله محييك. وشي مو غريب عنك لانك بطاي. يلا شباب همي همي. يلا معلم يلا يلا ابو مصطفى وينك عيون؟ بدك تعشر كيس اوام اوام.
شلون همتك؟ جاهز معلم. وعلموت والله لو بدو يعلقولي مشنقتي بسجن الكراكون أنا فيدي هالبلد وولادها. الله محيي أصلك ومحيي البطن اللي حملك معلم. شو بدي فوت على سجن؟ هاي شغلة بسيطة، تعمل لك شي خناقة مع واحد من أهل الحارة بيشتكي عليك الكراكون، بيجوا بياخدوك وبيحبسوك يومين ثلاثة، أنا بجيب سوقك. إذا شغلتك انتهيت على الحارك بطلعك. أيوه طيب معلمي، شو رأيك أعمل خناقة مع حامد؟ حامد؟ لا عمي لا، هاليومين صاير زلمته لمصار، ما بدي إياه. أصلي كلامك مع مين؟ شو رأيك ماجد الفوال؟ ماجد الفوال معلمي؟ ماجد الفوال زلمة آدمي ودرويش وماله بمشاكل. مشان هيك بدي إياك تعلق معه، لأنه مسكين وماله بمشاكل. والله حرام. لك عمي أنا بعوض له شيء. إذا هيك منت علينا معلم، أنا بأمرك. إمتى بدك يعني أعمل الخناقة؟ هلا على الحارك. هلا؟ هلا. غازي أفندي ملتهي بالسجينة اللي هرب من بين إيدين الفرنساوي ومو فاضي لحدا. خلص معلم، اعتبرها صارت. بس وينك مثل ما قلت لك ها؟ ماجد الفوال ما بتأذيه الله يرضى عليك. فهمت عليك معلم. طب لما نفوت على السجن، شو هي العلامة؟ أول ما بتفوت على السجن. يلا عيون. حفظت اللي قلت لك عليه منين؟ حفظته مثل اسمي معلم، ولا يهمك. ايوه، معناتها هلا بتروح وشب لعند ماجد الفوال وبتعلق معه. خلص معلم، أنا بأمرك، وكل شيء رح يصير مثل ما بدك بإذن الله. بري عليك، ومثل ما قلت لك، ما بدي مخلوق يخلق يعرف بالشيء اللي صار بيني وبينك. لا يا معلم، لا توصي حريص. يلا وام هذا آخر كيس. قولي عندن منه وخبرني دغري. يلا بأمرك معلم. بريم قداس مر معلم. دعمي دعم. شو صار بطلبيت أبو محمد؟ ليك جاهزة على الطنبور. كتير مديح، معناتها خبر الشباب يجهزوا طلبيات أبو ناصم الله يرضى عليك. هي بتأمر معلم على راسي. معلم شو بده منا غريب؟ شغلة بتخصه عم بيحكي لي عنها وما بده حدا يدرى فيها، لذلك اهتم بشغلك ولا تتدخل. خلي الشباب يجهزوا لي نفس أرقيده وبعد لي كاس شاي. أمرك معلم. كأنه فوسيه كانت بنت عز وقاطي بقصور وكله خدم وحشم، ما بتكلف خاطرة حتى تساعد ضرايرة، وعملت اللي حالة الأميرة وهنن الخدم عندها. العامة بقلبها شو إنها قليل الزوج. أخ بس لو ما يزعل أخي، لكن نقرتها بهدلة مسحت فيها أرض الديار. أنا لازم لاقي طريقة لأبعد كاملة عن هالبيت. لازم. تقبرني يمكن لأنه راح مستعجل على شغله. يا مو خليني روح لعند أبي. تقبرني هلا إذا أبوك بعد حدا من الشغيلة خليهم ياخذوك لعندك. يا ريت هلا يجي عمو قداس وياخذني لعنده. تقبرني. نشفوا الارض منيحه، لا تخلوها مجقجقه. حاضر فوزيه خانو، تكرم عينك. وانتي كامله؟ امري فوزيه خانو. بتخلصي شطف ارض ديار وبتطلعي على الاسطوح بتلمي الغسيلات. حاضر درتي. طولي بالك
ان شاء الله ما على قلبه شر. كان هذا غلط فيه، كسر اوان بجبر. قولي على قلبي عليه، لك ان شاء الله انا، ان شاء الله انا ولا هو. بس انا اللي بدي افهمه، شو طلع وراكي على الاسطوح؟ هو لحقني يا شهيره خانو. كذابه ولا كامله، هو ما لحقك، انت ناديتي له لحتى يلحقك. بعدين ولي انا كم مره قلت لك بتنشفي الارض منيح؟ لك والله هو لحقني، هو لحقني، قال بده يشوف الستاتية وين بايطة. لك يشوفك عزرائيل يا حق، يشوفك عزرائيل. طولي بالك فوزية، هي إرادة رب العالمين. لك الله لا يوفقك، الله لا يوفقك يا كاملة، كان الولد راح فيها. لك يا ريتني أنا ولا هو، يا ريتني أنا ولا هو. سلام يرمي الفتن، سلام يرمي الفتن، ما في حدا بيمنعه. سلال يرمي الفتن، ما في ضمير بيمنعه. اجت والله جابها يا كاملة. اليوم رح يكون آخر يوم إلك بهذا البيت إذا الله راد. أخ يا أمي، طول بالك. أخ يلا معافى معافى. إن شاء الله معافى يا عامر. الله يعافيكم يا رب. أبو جميل، إمتى بيجبر الكسر؟ يعني بده 20 يوم شهر زمان إن شاء الله، بإذن الله بترجع إيده مثل ما كانت. الله يسمع منك يا حق. يلا يا بين زيل. زيل يا بي؟ إيه اشتري لي منظمينا. يا حريشك هلا وقتها. ماشي، أحلى منظمينا لأحلى شواري. يلا زين لشوف يا بي. الله يخليك خليني اليوم عندك بالبواكي. ماشي ماشي كداس، خد له منظمينا وخده على البواكي. يلا يلا قول الله. قول عامر باشا. الله معك. الله يعطيك ألف عافية. الله يعافيك. الله يشكر بك. والله بك. والله أعوذ بالله. شو فاتح حكي هي؟ لا يا أبو جميل. سيدي الله يعوضك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شي خير؟ ليش هيك مبهدل حالك؟ مع مين متخانق؟ مع صانع غريب يا معلم. شو هالحكي؟ غريب؟ من شوي تخانق هو وياه وطربشوا المحل كله. غريب؟ اجى ياكل عندي صحن فول، ما لقيت لك اياه الا جن جنانه، وهذا اللي طلع معه. لما بيقلبه العمى، غريب عمل هيك؟ وكسر لي كل صحون الفخار يا معلم، وخرب لي بيتي الله وكيلك، ولو ما تدخلوا رجال الحاره لكان كسر لي كل اغراض الدكانه. يخرب بيت قلبه. اسمع ماجد، على الكركون اشتكي عليه ورجع. شو هالحكي يا ابو عامر؟ لك يا اشتكي للكركون على صانعها؟ ايه، واذا صانعي يا ابو جميل؟ بتعتى على الناس هالرايحه وجايه؟ مشيت على الكركون خليه يحبسوه. انت متاكد من كلامك عمي ابو عامر؟ الله اكبر، عم بقول لك روح. اسمع، كل شيء تكسر عندك بده يدفع لك اياه. الله يجبر بخاطرك يا معلم، رايح اشتكي عليه فورا للكركون. السلام عليكم. الله معك. وعليكم السلام. ابو عامر شو اللي عم يصير؟ انا ما عم بفهم شيء. شغله بعدين بحكي لك عليها. ايوه كاني فهمت. ايه لازم يشتكي للكراكون ولازم يربيه كمان. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.